قريت العنوان كعلامة المائية في الفيديوهات، يعني هذه الطريقة الميزة اللي أعطيها لنا اليوتيوب، يعني طريقة ممتازة كتزيد الاشتراكات في القناة نتاعك. يعني هذه الميزة هذه يعني كتعاونك في الاشتراكات في القناة نتاعكم. واخا ندوزو للصح ديريكتومون باش تعرفوا استعمال لهذه الميزة هذه ديال العلامة المائية في الفيديوهات. واخا كتدخلوا جوجل عادي، كتدخلوا جوجل عادي ثم كتكتبوا يوتيوب ستوديو، كتكليكيو على يوتيوب ستوديو عادي. واخا ملي كتكليكيو على يوتيوب ستوديو كتدخلوا ليوتيوب ستوديو عادي ديال سميتو تاع ماشي تاع البروغرام، تدخلوا لجوجل. واخا بالنسبه للتليفون ولا بالنسبه للبيسي بحال بحال تستعمل هذه القضيه هذه. واخا ملي كتدخل ليوتيوب ستوديو كيعطيك القناه ديال كيما هكايا. شنو هو كنجيو هنايا على اليمين هنايا ونهبطوا هنا لتحت هنايا، وهنا نكليكيو على التخصص هنايا في مكتوب هنا التخصص. انا كنشير بالكلافي بلا سوري عفوا، نكليكيو عليها. بعد ما نكليكيو على التخصص كيدينا لاباج وحده اخرى باش نفعلوا الميزه هذه اللي عطاها لنا اليوتيوب. واخا كيعطينا هنايا هنا تخصص القناه. واخا هنايا انا كنجيو للعلامه التجاريه، هاي فين مكتوب هنايا علامه التجاريه كنكليكيو عليها. واخا هنايا عطينا هنا صوره الملف الشخصي. خلاص هذه الميزه هذه خلاص راكم عارفين كلشي كي ريغل هذه القضيه هذه بالنسبه للتليفون بالنسبه للبي سي. عاوتاني هذه صوره ديال الاعلان وهاد الميزه هذه ديال صوره الملف الشخصي، يعني هاد راكم عارفين هاد الطريقه هذه، ولكن الطريقه اللي بغيت نوريكم انا هي هذه العلامه المائيه للفيديوهات اللي قلت لكم انايا. المهم غادي نعاود معكم الصح من الاول، نحيد هاد العلامه اللي راني داير انايا. واخا كتجي لهنا البلاصه هذه كتكليكيو على تحميل، هاي فين مكتوبه تحميل. واخا كليكيو على تحميل كيعطينا لاباج تاع التصاور، يعني طلع الطريقه هذه راك تستعملوا بها يعني في التليفون تاعكم وفي البي سي. واخا كان اعطينا ليماج كما هكايا. انايا ديجا انا عندي تصاور هما هنايا، كنت داير انا هذه تاع سبسكرايب، تقدروا ديروا تصويرتكم ولا ديروا هذه القضيه تاع سبسكرايب هذه تاع اشترك ابوني. واخا نقدر انا نستعمل الصوره نتاعي كاع. واخا ندير الصوره ديالي بصح ما رانيش مريقلها ولا نديروها ماشي مشكل. واخا كيعطينا هاد القضيه هكا، وكنتو كتريقلو الصوره الحجم اللي بغيتو كتكبرو وتصغرو. واخا كديو لهنايا هنا في مكتوبه هنايا تم، هاي في مكتوبه تم هنايا تكليكيو على تم. كيعطيها لنا هاي فين دخلت عندنا هنايا. واخا هنايا كنزيدو نديرو لها هنايا في مكتوبه هنا الفوق هنايا، هنايا في مكتوبه النشر، كليكيو على البلاصه هذه في مكتوبه النشر باش هاد العلامه هذه تاع هاد الصوره هذه تدخل عندنا في سميتو يعني في يوتيوب ستوديو ان شاء الله. واخا حنا كملنا هاد القضيه هذه. واخا حنايا غادي دابايا غادي نفتحوا انا يوتيوب، غادي ندخلوا اليوتيوب وغادي نفهمكم هاد الميزه هذه اللي انا فعلتها عندي في الفيديوهات ديالي. واخا غادي ندخلوا اليوتيوب عادي. ملي تدخلوا اليوتيوب غادي كتلقاو الناس دايرين هاد الميزه هنا عندهم في الفيديو، يعني في الفيديو كي تكون الميزه هادي مفعلين الناس اللي راهم عارفين هاد الميزه هادي. واخا حنا غادي ندخلوا اي فيديو، اي فيديو نتمنى من تلقاو شي واحد دايرها باش نفهمكم الاستعمال ديال هاد الطريقه هادي. ندخلوا عند هاد السيد هذا نشوف شكون، نهبطو هنا شويه لتحت نشوفو شي واحد ربما يكون دايرها. يعني
واخا نقدروا ندخلوا عند هذا السيد هذا اللي هنايا، بي سي كيت بلوكا ولاني واخا غادي ندخلوا هذا الفيديو هذا. دابا كنختار شكون غادي يكون عنده هاد الميزه هادي مفعله عنده في القناه نتاعو. الميزه هادي جيت رائعه ممتازه الصراحه، يعني اليوتيوب كتعاوننا بهاد الميزه هادي طريقه مزيانه كاع. هي كتكون في هاد البلاصه هنا في القنت تاع الفيديو هاد الميزه هادي، ملي كتدخلوها عندكم وتفعلوها كتطلع هنا في لافان تاع الفيديو، يعني في الجيم تاع الفيديو على اليمين. كونيكسيو شوية ضعيفة، يصبروا معايا اخوتي، كونيكسيو شوية راها ضعيفة. واخا شنو هو الله تلقى عنده هذه الميزه هذه الله. لما نتعذبوا معاه واخا هذه الميزه هذه جت رائعه ممتازه. اتبعوا معايا الفيديو للاخر باش تفهموا هذه الطريقه هذه، باش تفهموها مزيان. واخا هنايا هو داير، هنايا داير العلامه المائيه ديالو هنايا. كتجي مثلا كيكون الزائرين كيتفرج مثلا في الفيديو ديالك بلا ما عاد بقى يقلب في كاين عندك اشتراك ولا هذه، شنو هو كيكون العلامه المائيه يعني دايرينها في الفيديوهات. شنو هو كتفوت غير لاصوري هنايا، لاصوري كيفوت لاصوري غير فوق العلامه المائيه، هاد العلامه المائيه هنايا. واخا لاحظتوا معايا القضيه هذه مزيان، هانتوا هنا كيعطيك اشتراك، فهمتوا القصد ديالي اللي بغيت نوصل لكم انا المعلومه، بغيت نوصلها لكم يعني تكون كامله ومكمله ان شاء الله. هانتوا دوز لاصوري فوقها عطاني اشتراك هنايا، انا سمحوا لي غير البيسي راني شويه ثقيل. واخا هنايا يمكن لي نشترك هنا، يعني هايا اشتراك يعني سهله، فهمتي هادشي اللي بغيت نوصل لكم انايا. هذه هي الطريقه اللي بغيت نوصل لكم وعجبتني انا بزاف، وبغيت يعني نشاركها معكم وتلقاوها زين ان شاء الله، ولا يوفق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم.